السلام عليكم. مرحبا بكم في تطوان، الخنم ديال الشلوح. الحمد لله الخير موجود، الثمن كاين، كان شويه ديال ارتفاع ديال الاسعار، والاسباب كتعود لشويه ديال الغلا ديال العلف والكرا ديال الكراج، وشويه ديال الجفاف كاين عاوتاني هو اللي زاد ازم علينا الوضعيه. والحمد لله كل شيء عيد، اثمنه كاين من 2000 درهم حتى 6000 درهم، فهمتي؟ وراك عارف مع اقتراب الموسم وبزاف ديال الحوايج ضروري كيكون في الاول شويه ديال الثمن زايد، والحمد لله ما يكون على الخير. شحال الاثمنه الحواله عندك؟ عندنا الاثمنه ديال الحواله عندنا من 4000 درهم حتى 5000 درهم. شوف شي واحد 5000؟ جبد له شي واحد 5000 درهم. ها هو هذا شحال؟ هذا 5000 درهم. مين هذا الحوري؟ هذا مخنيفره. ثمن البيع ديالو باش ثمن البيع ديالو كيبقى ب 4500 درهم. 4500؟ نعم. شي واحد صغير؟ جبد له شي واحد صغير. راه بحال هذا. بحال هذا. كيبقى الثمن ديالو 3500. وقفوا وقفوا. 3500؟ اه. هاكا قدر شي فوطو. هو من خنيفرة؟ لا هو كان كلشي من خنيفرة. 3500 شحال كيبقى؟ منطقة قبالة شخمان. شحال كيبقى الثمن ديالها 3500؟ 3500 بقى ب 3200 3300 فهمتي. وبالنسبة للغنم ديال برا، الغنم ديال برا كاين الدعم، الناس اللي كيجيبوها هذوك هما اللي كيستافدوا من الدعم. وواجب على الدولة أنها تخليهم يبيعوها في الكوارع ديالهم، ما يخرجوهاش للسواق، فهمتي؟ هو جابها من برا يبيعها في الكوري ديالو، يبيعها في الكوري ديالو ما يدخلهاش للسوق، يتزاحم معانا حنا اللي ولاد الشعب ولاد المواطن اللي من حقنا نستافدوا، ماشي واحد عنده جوج ملاير ولا ثلاثة الملاير يمشي يجيب الغنم من اسبانيا ويستافد من الدعم، وفي الاخر حنا ناكلوا الدق. شكون اللي خصو ياكل متعاد البلاد هادي؟ خصو ياكلوها اولادها، ما ياكلهاش البراني. انت عندك ثلاثة المليار ولا أربعة المليار، جيبوا الفيرمة ديالك وبيعوا الفيرمة ديالك، ما تعطيهش لولاد الشعب يدخلوه لك للسوق وتبيعوا بثمن الحولي ديالنا، وفي نفس الوقت تستافد من الدعم. حنا ما كنستافدوا والو، حنا كنستافدوا هي تمارا كنتكرفصوا حنا ولادنا والدينا والعائله ديالنا. الشتا علينا، الثلج علينا، الصيف علينا، حتى الدعم ديال الشعير ما كنستافدوش منهم بحال دوك الناس هادو. الحولي غاليه، خا الماكله ديالو غاليه، والحولي في بلاصه ديالو تمام. اللي قال العيد عام الاول بشهر زادت الحولي فيها 50 الفار، اي بقى هي اللحم زادت كيتسمى 30 درهم 40 درهم في الكيلو، كيتسمى في اي حاجه زادت. المواطن باش ممكن يعيد هذا العام ولا الغلا؟ ممكن يعيد، اخي كيخرج 2000 1800 1900 2200 كل واحد واللي قدر عليه. الخروف 2000 درهم كيعمل دابا 3500، الخروف 3500 كيعمل 5000 درهم، الخروف 5000 كيوصل حتى 6500 حتى 7000. الخروف كيتسمى زاد، خروف صغير كان كيعمل 2000 درهم مزيون، دابا كيعمل هذا كيعمل 2800 درهم. لأن يعني ملي كاز العيد الكبير تاع عام الأول زاد الغلا ماشي زاد الرخاء. ملي كاز العيد المشترى اللي كانت عندنا شاريناها هنا قبل العيد، مورا العيد بعناها بالربح ماشي بعناها بالخطية. واش فهمتي ولا فهمت؟ كيتسمى الغلم زادت ملي جات العيد الكبير تاع عام الاول عاد زادت هي. في العيد كانت رخيصه، كنا كنبيعوها 180 تقريبا، الخروف دابا 250. الحولي الخير موجود، الحولي الناس دابا الغلا ما باغيش يشريو، دابا الناس كيقولوا ما ربما يطيح السوق شي شويه، والله اعلم، واللي عند الله ما يعرفو حتى شي واحد، فهمتي؟ واخا بغي نعرفو ما نعرفو والو، واش فهمتيني؟ اللي عطى الله هو هذا العزيز ديالي. كورونا هي السبب، كسيبها في ديك الوقت هذا الفلاحه في العالم باعوها باطل. خروفه كانت كدير 70000 فرانك 60000 فرانك، دابا اليوم كدير هذه 200000 فرانك. ديك الخروفه هذيك اللحم كطيح ب 40 درهم 50 درهم، دابا اليوم اللحم كطيح 120 درهم الخروفه والخروف. قزر كيبيعها ب 14000 فرانك 140 درهم، واش فهمتيني ولا فهمتينيش؟ كسيبها زادت مورا العيد الكبير. وبالنسبه لهذا الدعم الحولي الاسبانيا 500 درهم؟ 500 درهم اخي اش غنقول لك، حنا ما كيوصلنا والو، هذو كيجيبوها الناس الكبار اللي عندهم الفلوس، هما اللي كيجيبوا الدعم وكيعطيوهم الدعم. حنا بالنسبه ديالنا ديك البركه هيدا كنبيعو نشوف عنا، كاين لا دعم ما كيسخصيونا ما والو. نقول لك قليل الغلا 80% كيشري الحولي ديال المغرب قليل، واللحم البنه ديالها ماشي هي اللحم ديال اوروبا، البنه ديالنا زايده، فهمتي؟ اللحم ديالنا ديال المذاق ديال هنايا زايد، اي حاجه ديالنا ديال المغرب زايده. السلام عليكم خويا، على حساب هذا العام كاين الاثمنه شويه غاليه، ديال العلف غالي،
تبانو كلشي داز غالي والسلعة قليلة شوية، حاولي داز قليلة الدعام شوية، من وراء العيد ما بقاش بزاف، والناس ما بقاش كتكسب، وداك الشيء العلف غالي والمسائل كلشي غالي، الناس ترددت ما تلاش قادرة تكسب، حاولي كيتقام شوية غالي. حاولي اسبانيا كيجيبوه الناس ولكن كيقول راه غالي، كاين شوية غالي، كيعطي يعني بشوية غالي هنا في المغرب، تقريبا بحالو بحال ديال المغرب، على حساب السلعة ديال المغرب دابا غادا تدخل شوية إن شاء الله، الناس باقيين ما جابوش شوية. 16 يوم ما كاينش الناس دابا شوية باقا مردة، كيقول لك باقي شوية غادي يطيح السوق، غادي يطيح هو شتي علاش الناس السوق على حساب الله أعلم. شحال على هذا 4500 4300 4500 درهم، ولكن حاجة مليحة إن شاء الله ومعلفة وكل شيء. شحال تقريبا؟ والله أعلم على حساب الكوالا، الله أعلم. من ذا الحساب؟ 30 32 تكون فيه إن شاء الله. الكيلو. شحال شحال ياخذ؟ كاين ثاني شي حاجة كبيرة عاود بغيتي شي حاجة كبيرة. هذا شحال كبيرة؟ شحال هذا؟ على هذا 5000 درهم، 5000 درهم، ولكن مليح شي حاجه مليحه مليح تبارك الله. هذا قال الموس، الموس خنايفره ولكن السلعه مليحه الحمد لله، خرج مليحه ان شاء الله، والعلف مزيان وكل شيء، وعلى حساب ثاني ان شاء الله غادي تكون. هادو هما اللي كاينين باقي، الناس السلعه الصغيره غنجيبو هاد السيمانه ان شاء الله، غادي يكون شويه مبسط ولكن كلشي غيعيد ان شاء الله، كلشي غادي يكون بخير. كاين كاين مليح تبارك الله. السلام عليكم. الحولي غالي هذا العام على حقاش السلعه غاليه بزاف، الاثمنه زايده كاملها زايده، الشعر غالي، النخال غالي، زايده شي شويه ولكن ماشي مشكل على حسب بنادم، راه كاين تا كرفوس كاين تا محون، وهذا الشيء اللي كاين. شحال اسمي هذا الحوالي الان؟ الحوالي 450 500 510 520 5200 درهم. هاي ماشي غالي يعني مقارنه مع السنه الماضيه؟ ايوا زاد واحد شويه ولكن ماشي مشكل على حسب، السلعة كاملة زادت، الشعير زاد، النخال زاد، كلشي غالي على الناس، الله يكون في العون. يلا جينا البارح والناس كيشوفوا، ولكن زعما الأثمنة ديال البيع زعما هي هادي، زعما ماشي ما غالياش ما رخيصاش. بحال هذا دابا 5000 درهم، 5000 درهم دابا لهذا، هاد الحولي كيسوى 5000 درهم.